ثم أنا هو الألف والياء، تتكلم عن الاستمرارية، تتكلم عن الديمومة، يعني لا يوجد أي شيء في هذا التاريخ بدون يسوع المسيح، به نحيا ونتحرك ونوجد. يوحنا كأسير كان بيحتاج أن يسمع لهذه الكلمات، كلمات التشجيع، أن السلطة مش في إيد دومشيان ولا في إيد أي ظرف تاريخي، أنا هو موجود معك، حاضر معك. من جزيرة بطمس عاوز أشجع كل مؤمن بمر في ظروف صعبة، بغض النظر شو الظروف، إذا محتاج تسديد احتياج، محتاج لبركة، محتاج لشفاء، محتاج لأي شيء من الرب، يقول لك الرب أنا هو.